السلام عليكم، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي شارمونت فلوغ. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بصحه جيده باحوال جيده. فيديو اليوم درتو معاكم من واحد المحل رائع اللي عندنا في سيدي بنور، اللي هو المجدوب موبل اللي كاين في بام البنات. هذا كان تحت طلب ديال العديد منكم اللي كنتو كترسلوا ليا وكتقولي لنا ديري لنا جوله عند المجدوب موبل او لا عند المحل اللي حدا بالخياط في بام. ومشيت وسولت عليه وانا درت لكم الجوله وانا تحت الامر ديالكم. انا اول مره كنت كنمشي عنده، يعني كنت كنشوفه غير من برا، واول مره كنت كندخل المحل وكندور فيه مزيان وما نكذبش عليكم. حمقني هذاك الشيء اللي عنده، لا من الاواني المنزليه، لا من الاتات، لا من التريات، لا من الديكورات، الطابلوات، كاع داك الشيء اللي عنده حاجه كتنسيكم في حاجه. الاواني ديال الفضه وديال النحاس كيهبلوا يا البنات. عنده التريات ديال الكريستال كيف غادي نشوفوا في المشاهد الجايه، راه كل شيء صورته لكم يعني من الفوق للتحت، ما زقلت لكم حتى شي حاجه باش اللي ما قدرتش انها تمشي ولا تدور على خاطرها ولا تكون الدنيا عامره. انا درت لكم هذا الفيديو خصيصا باش تشوفوا كاع اللي عنده، وان شاء الله راه غادي يكون عنده الجديد اللي طلب مني انني غادي نرجع ونصوره لكم. غادي يدخل ان شاء الله الاسبوع المقبل غادي يدخل الجديد وطلب مني انني نرجع وندير عنده جوله ونصوره لكم ان شاء الله وغادي تشوفوه. ومن هنا كنقول لكم ان المجدوب موبل عند رضوان راه داير تخفيض ديال 40% على الاواني النحاسيه، اي حاجه فيها النحاس داير لكم تخفيض فيها 40% من هاد الفراقه هذه ديال الفاكهه ولا لي بونبونيير، كل شيء داير فيه تخفيض ديال 40% الاواني النحاسيه. عنده الاواني ديال الفضه، ما نقولش لكم داك الشيء يعني زويون، وكيف غادي تشوفوا في المشاهد اللي جايه غادي نصور لكم البرارد. عنده كلهم ديال الفضه دايرين 200 درهم، يعني من الكبير الحجم اللي بغيتو داير 200 درهم، ما غاليينش هاد لي بونبونيغ هادو. وراه تشوفوهم مباشره البنات راح حسن من الكاميرا، هادشي اللي كتشوفوا فيه كله غزال 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 غزال، وديال التل والتاويل ديال شي حاجه، ديال شي حاجه حلوه اللي كتجي في المنظر ديالها رائعه بالنسبه للبنات اللي عزيز عليهم، عزيز عليهم التاويل، عزيز عليهم الحاجه الزوينه. شوفوا هادو اللي غادي نشد لكم دابا، انا هادو ما كنتش لكم سطوني، هادو ديال النحاس خطيرين، هادو خطيرين. وبالنسبه لهاد الكيسان او لهاد الشماعات اللي كيجيو بحال هكا، عنده ابتداء من 200 درهم، يعني غادي تمشيو وغادي تسولو غادي تشوفوا لي طابلو، التريات ديال الكريستال، كلشي عنده داكشي زويون. وغادي نتوما دابا غتفرجوا وغادي تشوفوا. نتمنى ان شاء الله الفيديو ينال اعجابكم وتكون هاد الجولة يعني استفدتوا منها وشفتوا الجديد في الآتات وفي الجديد في الأواني المنزلية وفي الديكورات. وكنقول لكم من هنا عافاكم، اللي ما مشتركش في قناة ديالتي اشترك وفعل زر الجرس باش يوصلوا الجديد. وبالنسبة لكم البنات ما تنسوش تبارطاجي ولاشين تاتي مع الناس اللي كتعرفوهم. انتم عارفين وسبق وقلت لكم انني معولة على هاد القناة باش نعيش انا وليداتي، كنتمنى الدعم وني بزاف محتاجة الدعم ديالكم، وكنتمنى لكم فرجة ممتعة. وما تنسوش راكم ديما في قلبي. حاجه اخيره نقولها لكم اللي نسيتها، هو انني غنخلي لكم يعني الرقم ديال الهاتف ديال هذا المحل، غادي تلقاوه في صندوق الوصف هو والصفحه ديالتهم على الانستغرام، وغنخلي لكم حتى العنوان ديالهم غادي تلقاوه في صندوق الوصف. وبسلام عليكم.
We'll be right back.